le sujet d'Yelna, il y a la reprogrammation des voitures. On est en direction de Casa. Prends maintenant, je te cherche nos véhicules. سي اسماعيل الى تعقلوا عليه كنا درنا واحد الفيديو قديمه ديال او 36 بريباري دونك هو كي ريبريزونت دينوتيك هو يشرح لنا شنو هي دينوتيك سي اسماعيل اول حاجه مرحبا بك والد في دينوتيك و فوالا كيف ما عرفتي ديجا كيما قدمتيني 36 اي تو دونك انا بروميير دي شوز سو ان باسيوني و ديجا دينوتيك سي ان سي ان بروجي بور باسيوني فيت بار دي باسيوني حنا سي اون سوسيتي اللي كيف ما كيعرف كلشي سبيسياليزي في لوبتيميزاسيون ديال اوبتيميزاسيون موتور او بروغراماسيون بريباراسيون امبورطاسيون دي بيس دو اوت بيرفورمانس و حنايا دابا اون لي سول دوتي دان دان داينو ولا ان بون ان بون دي سي بون دو بويسونس و دونك فوالا هذا هو سيدي الله كمل بغيتك تشرح لينا لي فون شنو هو لو بون لو بون دي سي سي كيما شفتوا معنا في لا فيديو سي دي رولو هاد لي رولو فيهم دي كابتور هاد لي كابتور سميتهم سبيدومتر وهاد لو كابتور هو اللي عنده القدره باش يعبر لا بويسونس في البروكا يعني لا بويسونس موتور plus qui est calculé la perte de puissance nabil Villebrequin ou les roues parce que d'aimen marouf le حساب ديال la puissance ديال les voitures كاين عندنا جوج انواع اللي مشهورين كاين la puissance moteur ou كاين la puissance aux roues donc هو عنده la possibilité de يحسب la puissance du moteur ou يحسب les roues ou يحسب en même temps le couple moteur كاين ان بروغرام كونستركتور اللي كيخرجوا لو كونستركتور هذا لو بروغرام هذا كيكون جينيرالمون بريدي دو بارتو يعني كيكون فيه لا بويسونس موتور ديال لا فواتور دوريجين ماشي هي لا فري بويسونس ديال الموتور اللي كيقدر ديفلوبيها دونك جات لا بروغراماسيون باش اوتوماتيكمون كتقدر تاوغمونتي هاد لا بويسونس هادي deuxième des choses, par exemple, dire des réglages spécifiques à la voiture, ou la reprogrammation moteur. Donc, en quelque sorte, c'est qu'elle dit la puissance moteur, qu'elle dit le couple, et en même temps, qu'elle dit des réglages spéciaux. Par exemple le linge contrôle, par exemple le pop and link, par exemple le rupteur, et plusieurs choses. Mais qu'est-ce qu'on a dit grâce à la méthode de la reprogrammation automatique. Oui. Donc, la reprogrammation, il sert à diminuer la consommation. في الوقيته اللي كنصوبوا بواحد الطريقه اللي هي ابيتويال ديال شاك جور دونك تما غادي نشرح لك كيفاش دونك كيف ما شرحت لك سي بحال واحد الانسان اللي كيمشي للخدمه ديالو مثلا 2 كيلومتر في النهار كيمشي على رجليه دونك اوتوماتيكمون فاش كيوصل للخدمه ديالو كيكون عيان دونك ابخي ريبروغراماسيون موتور انا غادي نمثلها لك بيا اون سال دو ميسكولاسيون ولا جيم غيدير هو داك لا سال دو ميسكولاسيون جيم يعني غيديفلوبي لي ميسكل ديالو سي تادير لي شوفو لي شوفو مونتور فاش غادي ياخذ نفس التراجيكتوار لا غد ليه ولا مور ما غادي يدير هذاك لي زونترينمون يعني هو ديجا الى بلوس دو ميسك يعني بلوس دو بويسونس غيمشي بنفس الوتيره باش يوصل للخدمه ديالو اوتوماتيكمون غادي يحس بانه وصل ما عيانش اون بلان فورم ويخدم دونك لا ريبروغراماسيون سا ديبون لا بيرت لا كونسوماسيون سا ديبون على كيفاش الطريقه انت كتصوب بها لا فواتور اوتوماتيكمون دونك فوالا
درنا واحد تيست ديال 330 دونك هي دوريجين فيها 245 دونك غتبقاو معنا وغنشوفوا شحال باقي فيها ديجا باش هي ديجا فيها 245 وضربه 200000 presque 200000 موديل 2011 لا فواطور عندها دونك دابا بحال 8 ans قيله غنشوفوا شحال باقي فيها ديال لي شوفو ديالها بقاو معنا